خلق مستور ذو شعور وإرادة، نسب إلى أخبارهم الكثير من الخرافات الغريبة حول أشكالهم وأحوالهم. تكرر في القرآن ذكرهم، ونسب إليهم أعمالاً عجيبة وحركات سريعة، كما في قصص النبي سليمان عليه السلام. الجن طائفة من الموجودات خلقت قبل البشرية، قبل أن يخلق آدم عليه السلام. والجن كالإنس مكلفون ومسؤولون، منهم المؤمنون والصالحون ومنهم الطالحون. كان الجن المؤمن على دين نبي الله موسى عليه السلام حين بعث رسول الله صلى الله عليه وآله بالرسالة، ثم ما لبث أن آمن نفر منهم برسول الله بعد أن استمعوا للقرآن، فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وآله رسلاً إلى قومهم. حضر بعض الجن عيد الغدير حينما رفع رسول الله يد الإمام علي وجعله خليفته من بعده، فآمنوا بإمامة الإمام علي عليه السلام وبإمامة الأئمة من بعده، وبناء على ذلك كانوا يراجعونهم في معرفة أحكام دينهم. تروى في ذلك حادثة باب الثعبان، وهو باب في مسجد الكوفة دخل منه ثعبان كبير أثناء وجود أمير المؤمنين على منبره، ليصرح الإمام علي للموجودين بعد ذلك بأنه ملك من ملوك الجن التبس عليه أمر فجاء يستشيره به فأعطاه الحكم. ورد أيضاً عن أبي حمزة الثمالي أنه قال: كنت أستأذن على أبي جعفر عليه السلام فقيل أن عنده قوماً فاثبت قليلاً حتى يخرجوا. يقول أبا حمزة الثمالي: فخرج قوم أنكرتهم ولم أعرفهم، ثم أذن فدخلت عليه عليه السلام فقال: يا أبا حمزة، هؤلاء وفد شيعتنا من الجن جاءوا يسألوننا عن معالم دينهم. تابع الجن أهل البيت حتى الإمام المهدي عجل الله فرجه. وهنا يطرح سؤالا: هل الإمام غائب عن الجن أيضا؟ أحاديث غيبة الإمام المهدي عجل الله فرجه عامة، ولا يوجد فيها ما يخصص غيبته عن عالم الإنس دون عالم الجن، لذلك يرجح البعض غيبته عن جميع الخلق في جميع العوالم، وعالم الجن من ضمن تلك العوالم أيضا. يرجح البعض فرضية غيبته عن عالم الجن لئلا يفشى أمره بين مناوئيه منهم، وقيامهم على إثر ذلك بنقل الأخبار إلى الإنس من أعداء الإمام المهدي، وقيام بعض الإنس بتسخير الجن لمعرفة الأخبار. والغيبيات حقيقة صرح بها القرآن ونقلتها الأخبار والروايات الشعبية، فلو كان الإمام المهدي عجل الله فرجه ظاهراً بينهم لأمكن لبعض الإنس من معرفة مكان وجود الإمام عليه السلام من خلال إخبار الجن لهم. ينتظر الجن قيام وظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه كما ننتظره نحن، وليس هذا فحسب، بل لديه أنصار من بينهم. ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: ويؤيده الله بالملائكة والجن وشيعتنا المخلصين.